أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهذا يقول ما حكم استعمال العطور للتطيب؟ يا أخي حكم استعمال العطور للتطيب هذا يسأل عن واحد، وش الكلام هذا؟ بس الواحد اللي يقول لي أنا أتزوج زوجة وش أسوي فيها؟ بعض لا حقيقة بعض الأسئلة يعني ما تحتاج إلى سؤال، سألني هالسؤال في الحرم.